السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نستهل النشط إذن بالأوضاع التي خلفتها الأمطار الغزيرة ليلة أمس بولاية إليزي، والتي أدت إلى فيضان الأودية التي تسبب في تسرب المياه إلى داخل البيوت، وهو ما استدعى تدخل السلطات المحلية التي شكلت خلية أزمة لمتابعة الوضع والتكفل بالمتضررين. إبراهيم بالخير. بعد الأمطار الغزيرة التي شهدتها مدينة إليزي بعد ظهر اليوم، سجلت المصالح المختصة تضرر العديد من المنازل التي غمرتها المياه، كما تسببت سيلان الطرقات بالأوحال والأتربة إلى تضرر قنوات الصرف الصحي. ياسر حوايج صراو في 20 دقيقة برك، هذه يعني سياسة بريكولاج، وخصوصا أن ما احنا المشكل الكبير قناة الصرف الصحي هي اللي راهي رجعت لنا للديور وتعمرت لنا الديار، قاع الديار سرت، وهذه الدار اللي رانا فيها معمرة من الشارع، دخل الواد من الشارع بعد جاء داخل الديار هنايا، ورانا هذا هو زقينا للحماية تاني. ايا ويا وتصبت تيها لنا واقنا ندغي أغراق نداغ هداق لنبضونا الرواني ندغمان يخلو رغي نخلى القاضي النباهي نغرني وين الشهادتين أخلى الكتابة الناس أخلى الشهادة الناس يخلى إلا. لهذا نطلبوا من السلطات أنهم يستغلوا الفرصة ويرفدوا لي ريزيرف تاعهم، يشوفوا ناقص باسكو كما تشوفوا مين باير بربع ساعة ولا ما كانش، راهي نص البلاد في كما يقولوا في حالة فوضى، الطرق راها مقفولة، الكهرباء المقاطعة. السلطات المحلية لولاية إليزي وفور تهطل الأمطار تنقلت إلى الأحياء السكنية المغمورة بالمياه للوقوف على وضعية المواطنين المتضررين. لحسن الحظ يعني ما سجلناش ضحايا بشريه الحمد لله، ولكن بعض فيضانات في بعض المنازل اللي غمرتها المياه، وحنا في على كما على قدم وساق متواجدين الفرق تاعنا في كل الاماكن حتى نشوف الاولويات. بالنسبه لجانت بالامس كانت فيضانات يعني كنا ناتي سوربري بالفيضان تاع جانت البارح، والحمد لله ما شاهدناش خسائر بشريه لحسن الحظ ان شاء الله. الحمد لله الفرق تاعنا كانت متواجده في الوهلات الاولى وقدمنا الاسعافات لكل المتضررين. هناك خاليه ازمه مشكله على مستوى البلديه من اجل احصاء السكنات المتضرره واتخاذ الاجراءات الاستعجاليه. كما جندت السلطات المحليه لولايه إليزي كل امكاناتها الماديه والبشريه للتدخل وتقديم المساعدات للسكان مع موجه الامطار التي تعرفها منطقه التصل نجر.